Mais merci, Samé. Nous avons, mesdames et messieurs, eu aujourd'hui une réunion. شكراً سامح سيداتي سادتي لقد عقدنا اليوم اجتماعاً هاماً جداً مع زملائنا من قبرص واليونان وبمساهمة زميلنا من إيطاليا وأود أن أتوجه بالشكر للوزير سامح شكري على تنظيمه لهذا الاجتماع وعلى استضافته لنا اليوم هذا الاجتماع سمح لنا بالتطرق إلى الوضع في شرق المتوسط الوضع في شرق المتوسط هو الهم والقلق الذي جمعنا اليوم والشكل الذي اجتمعنا به اليوم برأيي يجب أن يستمر ويبقى في المستقبل إن الاكتشافات الأخيرة من موارد الغاز توفر فرصا جديدة لتنمية شرق المتوسط ولكن في نفس الوقت هذا الفضاء البحري تعصف به التوترات وال أزمات. ونحن نريد الإسهام في إيجاد حل لها إن التوقيع مؤخرا على بروتوكول تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية بين تركيا والحكومة الليبية موضوع يثير القلق الكبير جدا في هذا السياق الاتحاد الأوروبي عبر بكل وضوح عن موقفه في هذا الأمر على إثر المجلس وزاري في 12 و13 ديسمبر وذكرنا آنذاك بأن هذا الاتفاق الذي يؤثر مباشرة على مصالح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا أساس قانونيا له ولأنه بشكل خاص يؤثر على قبرص واليونان وأن هذا الاتفاق مخالف للقانون الدولي تركيا يمكن أن تكون لاعبا هاما في شرق المتوسط ويمكن أن تكون أساسا متينا لاستقرار هذه المنطقة ولكنها ستصبح ذلك فقط إذا قبلت قانون البحار وإذا ما وافقت الانخراط في حوار مع الدول الأخرى في المنطقة مبادئ ثلاثة يجب أن تسمح بتحويل منطقة الشرق الأوسط إلى فضاء من الاستقرار والرخاء الاقتصادي أولا احترام القانون الدولي ثانيا احترام سيادة الدول وثالثا الحوار والتشاور لحل الخلافات وليس عسكرة هذه المنطقة وقرارات وتصرفات أحادية والوزير سامح شكري أشار إلى هذا الموضوع أيضا تطرقنا إلى الوضع في ليبيا وشددنا على حرصنا جميعا على استقرار ووحدة ليبيا وأن هذا الاستقرار وهذه الوحدة أساسية للمنطقة في المغرب دول المغرب والساحل ولأمن أوروبا أيضا ولقد عبرنا عن دعمنا لعملية برلين ولعقد المؤتمر الدولي المقبل في برلين وعبرنا كذلك عن دعمنا الكامل للممثل الخاص من عام للأمم المتحدة غسان سلامي ودعمنا أيضا لحوار ليبي يجب أن يتم برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إذن الاجتماع اليوم كان اجتماعا جيدا وانطلقت من مبادئ جيدة وغطت مجال جيد ونأمل أن يكون لها انعكاسات إيجابية لسياسة سيادة دول المنطقة وشرق المتوسط الدول المشاطئة ومن أجل تطوير عملية سلام في برلين نأمل أن يتمكن مؤتمر برلين من إعطاء انطلاقة حقيقية لها